صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من الحدث، وارحب برئيس التحرير في جريده الجمهوريه طارق ترشيشي، مدير التحرير عفوا استاذ طارق ترشيشي. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك استاذ طارق. اليوم مبدئيا الاخبار حلوه، يعني يفترض انه الاجواء ارتاحت شوي، في معطيات يعني عال بس مش على العال، عال بس مش على الآخر يعني. هلا بنحكي بالتفصيل. الاتصال يلي حصل بالأمس بين الرئيس عون والرئيس بري، الاتفاق اللي حصل اليوم بعد شوي في وفد مشترك من حزب الله وحركة أمل، راح يتوجهوا إلى الحدث وراح يصير في لقاء مشترك للتأكيد على العيش المشترك وعلى وحدة الصف بين أهل المنطقة بالحدد. بدنا نحكي بالتفصيل، يعني هل هيدي نهاية سعيدة؟ هل هو انفراج نسبي؟ هل هو مصالحة حقيقية؟ ماذا عن المعالجات السياسية، النفوس المحتقنة والمشحونة اللي شفناها بالشوارع، واللي يعني ذكرتنا بمشاهد ما قبل الحرب الأهلية بلبنان؟ وين رح تروح؟ كيف رح تبرد؟ من هو المصلح كمان؟ هل هو السيد نصر الله كما ذكرت بعض المعلومات الصحفية اليوم؟ هل هو اللي وقع عباس إبراهيم؟ هل هو الرئيس الحريري؟ هل هو الخطر الإسرائيلي الداهم والكلام الأخير لأفيغدور ليبرمان الذي حرك هذه المعالجات؟ أسئلة كثيرة. وكمان رح نحكي بالمستقبل، يعني ماذا عن الانتخابات ومصيرها، ماذا عن التحالفات وكثير من المواضيع، بعد موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلي كلارا. شكرا كاترين، أهلا بكم. يقوم وفد من حزب الله وحركة أمل بزيارة بلدة الحدد قبل ظهر اليوم في إطار تأكيد العيش المشترك بين أبناء المنطقة الواحدة، وتأتي الخطوة ترسيخا للأجواء الإيجابية التي سادت عقب الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون برئيس مجلس النواب نبيه بري. وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتصال بينه وبين رئيس الجمهورية بأنه منيح، وقال أمام زواره مساء: كلانا أكد أن ما جرى خلال اليومين الماضيين لا أحد منا يقبل به من دون أي خوض في تفاصيل الأزمة. ولفت بري إلى أنه تم الاتفاق على جملة أمور أهمها وقف الحملات الإعلامية ومنع التحركات في الشارع. وكشف بري أنه أوعز سريعا لقناة NBN بوقف حملاتها الإعلامية. وعما إذا تطرق الاتصال إلى تسريبات وزير الخارجية جبران باسيل ومسألة الاعتذار، أكد بري أنه لم يتم تناول هذا الأمر مطلقا، ومن اللحظة الأولى قلت إنني لا أريد اعتذارا مني بل من اللبنانيين، وأنا اعتذرت من كل من أسيء إليه في التحركات التي حصلت. وأضاف رئيس المجلس: الله يشهد أنني لم أرد أن يحصل ما حصل على الأرض، وأنا كانت لدي خشية من طابور خامس، وبالفعل هذا ما حصل. إذن وبالفعل هذا ما حصل في ميرنا الشلوحي والحدث. وحول ما قيل عن تعطيل عمل الحكومة والمجلس النيابي، رد بري: لم أقل مرة إننا نريد التعطيل، واللجان النيابية تعمل، وفي الحكومة نحن مستمرون والانتخابات حاصلة، ولكننا أيضا مستمرون على مواقفنا من الملفات المعروفة ومنها الكهرباء. وردا على السؤال هل إن الحريري طلب موعدا لزيارتك فرفضت، أجاب: لا. وسئل لماذا لم يأتي، فأجاب بري مازحا: هو مشغول، وعلى كل حال الرئيس الحريري بمون. وكان رئيس الجمهورية قد بادر عقب لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدة إلى الاتصال بالرئيس بري، حيث جرى الاتفاق على لقاء بينهما الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الإسرائيلية المتجددة والأوضاع العامة في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة أن الرئيس عون أبلغ بري أن كرامتك من كرامتي، ولا أقبل أن يحصل ما حصل معك، وهو ما كان يجب أن يحدث، ودعاه إلى طي الصفحة ولملمت الأوضاع الناجمة عن ذلك. وزير العدل سليم جريساتي غرد عبر حسابه عبر تويتر قائلا: هذا هو رئيسنا القوي الذي يبادر من ذاته ليجمع من منطلق أنه رمز وحدة الوطن. أشارت صحيفة الجمهورية إلى وساطة قام بها المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم بين بعبدة وعين التين، انطلقت الاثنين الماضي بعد تأزم الوضع نتيجة الفيديو المسرب للوزير جبران باسيل، وكانت خريطة الطريق فيها التهدئة ولم الشارع وصولا إلى التواصل المباشر. وفي السياق قال اللواء إبراهيم إن مهمته اقتصرت على تنفيس الاحتقان والتقريب بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتأمين
تأمين جسر التواصل بينهما باعتبار أن كل الأمور تحل تحت سقف التواصل المباشر، وأن فتح باب الحوار يسمح بحل كل المسائل العالقة، معربا عن أمله أن تكون المرحلة الصعبة قد أصبحت وراءنا، فهناك مخاطر كبيرة تهدد لبنان وتتطلب الوحدة والتضامن. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أنه عثر صباح اليوم على المواطنة راء شين مواليد 86 جثة هامدة داخل منزلها في بلدة شحيم مصابة بطلق ناري في بطنها من سلاح صيد، وقد حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد الأشخاص المجهولين بخطف المواطن ألف ظه مواليد عام 99 الأربعاء الفائت، ومن خلال المتابعة الحثيثة تمكن الدورية من شعبة المعلومات من تحرير المخطوف وتوقيف الخاطف في بلدة جب جنين البقاعية، وهو السوري عين حاء مواليد 91، وبالتحقيق معه اعترف بخطف ألف ظه لوجود خلافات مادية بينه وبين شقيق الأخير، وقد أودع الموقوف القضاء المختص. ختام الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين. شكرا لك كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد فيك استاذ طارق ترشيشي مدير التحرير في جريده الجمهوريه. وقبل ما ندخل بتفاصيل هذا الحوار، اسمح لي اخذ اتصال مباشره مع نائب دكتور ناجي غريوس عضو تكتل التغيير والاصلاح ونائب عنب عبده، وسيشارك بعد شوي بالاجتماع المرتقب بالحدد. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك دكتور. كل الأنظار تتجه إلى اللقاء الذي سيعقد عند الساعة 11 بينكم وبين وفد مشترك من حزب الله، نواب حزب الله وحركة أمل. نعم. إلى ما يؤشر هذا اللقاء؟ هل حلت المشكلة؟ يمكن القول أننا نتحدث عن نهاية سعيدة للأزمة التي خضت لبنان في الأيام الماضية؟ هيدا كله ناجع لمداخلة رئيس الجمهورية والاتصال يلي عمله برئيس مجلس النواب لحتى يحل هالمشكلة، وهيدا الاتصال فتح باب الحل الجذري للأحداث الأخيرة يلي صارت بالبلد، وكان أصدر كمان يلي حكيوه هلأ عنكم الأخبار فخامة الرئيس أنه بيسامح الكل وبيطلب الكل يتسامحوا مع بعضهم. وهيدا الكلام تجسد يعني بأبهى حلله إذا بدي بهالاجتماع. نحن وأخوتنا هلا نحن مجتمعين، العنوان تبع الاجتماع هو لتاخذ فكرة بس لحتى المستمعين الكرام يعرفوا لوين وصلنا. هيدا اللقاء ببلدية الحدث بين أبناء الصف الواحد والبيت الواحد تحصينا للوحدة الوطنية والعيش المشترك. هيدا الكلام انقال ونحن اليوم على كم يوم من تفاهم 6 شباط 2006 فايقين تفاهم مارم خاين. يلي هو هذا تفاهم مارم خاين كلكم بتعرفوا من بعد الاحداث اللي صارت وطب الوحده الوطنيه. وهيدا التفاهم وصل لبنان لحتى انه يقوم بواجباته تجاه شعبه. اليوم هالاجتماع هو بضم نواب بعبده، نحن اربعتنا نواب بعبده والنواب التكتل التغيير والاصلاح، وخينا وحبيب قلبنا زميلنا علي عمار عن حزب الله، وكمان خينا وحبيب قلبنا علي بزي عن حركه امل. هيدا الاجتماع اجى لحتى يرسخ الوحده الوطنيه، ولحتى نقول للعالم انه شو ما صار بالبيضاء كله بصير. ولكن دكتور عندي سؤال، يعني برايك من بعد كل الاحتقان اللي شفناه بالشارع وعلى الشاشات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والمستوى والسقف العالي جدا للشتائم وللكلام المسيء بحق بعضكم، هل يمكن أن تعالج الأمور باتصال وباجتماع؟ يعني اليوم عم نحكي عن لقاء فقط لتهدئة الشارع، أم فعلا هناك معالجة سياسية يمكن أن تبرد النفوس الحامية؟ أكيد هيدا الاجتماع أكيد
في ناس من كل الأفرقاء، وهيدا العنوان تبعه عنوان لقاء مش تشاوري، هيدا لقاء مثل ما قلت لك يعني داعيه عليه، وهيدا بين أبناء الصف الواحد. ما بيمنع بيئة، خليني كفي لك، ما بيمنع أنه قد تحصل هناك اختلافات بوجهات النظر، ولكن ما بعمره هالموضوع أفسد بالود قضية. اليوم الوقت، اليوم الوقت لرص الصفوف والتضامن والتعاون والوقوف بوج كل ما يتهدد لبنان من مخاطر. بس دكتور نعم عفوا، ولكن أنا أصد بالسؤال، يعني المشاكل يلي كانت موجودة يلي على أساسها يعني وصلنا تقريبا على شفير حرب أهلية إذا فينا نقول، يعني بالمشاهد اللي شفناها بالشوارع، وين صارت؟ شو صار فيها؟ مثلا الرئيس بري هل سيتراجع عن مطلب الاعتذار من 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 قبل وزير الخارجيه جبران باسيل؟ مرسوم الاقدميه يلي هو ايضا جزء من هالخلاف، ويعني لانه بنعرف في تراكمات، شو راح يصير فيه؟ يعني هل في معالجه سياسيه حقيقيه؟ بالاجتماع اللي صار اليوم، نحن هلا عم بعد شوي راح يصير هذا الاجتماع لحتى نهدئ النفوس، واصلا النفوس هدئت، وهيدا الاجتماع لحتى نفرجي انه نحن شو ما صار على الارض وشو ما صار بالكلام السياسي نحن متفقين سوا لحتى نبني لبنان. بعدين السؤال اللي انت هلا سالتيه اخر شيء، شو بدي يصير بين الرئيس بري والرئيس ميشيل عون؟ هيدا نهار الثلاثة في اجتماع، ونهار الثلاثة بتعرفوه. أنا ما فيني سبق على الأمور، هيدي في اجتماع نهار الثلاثة بعبدة، وهونيك تبحث كده الأمور. نعم، سؤال أخير لك دكتور، بعرف إنه ما عندك كثير وقت بدك تفوت على الاجتماع بعد شوي، ولكن يعني بهيدا الإطار اليوم دكتور، مين يلي دخل على خط فعلا التهدئة والوساطة؟ هل هو السيد نصر الله كما اليوم قرأنا أنه السيد نصر الله نزع فتيل التفجير؟ هل هو اللي وقع عباس إبراهيم؟ هل هو الرئيس الحريري؟ أم مجرد يعني بلوغ الوضع حدا خطرا حرك الكل، وكمان دخول العامل الإسرائيلي على الخط يعني كمان دفع الجميع إلى التوحد وإعادة لم الوضع؟ مزبوط، كل هول يلي حكيتيهم، كل هول كلهم دخلوا على الخط، وأهم شيء الاتصال يلي عمله فخامة الرئيس مع دولة الرئيس نبيه بري، وهيدا يلي التهديد الإسرائيلي على الحدود، وفي الثلاث مؤتمرات يلي رح بيصيروا أول واحد 28 شهر، كل هودي حافز كانوا لحتى يصير هالرواء ويصير هالاجتماع هيدا اليوم، ورئيس الجمهورية عنده اجتماع كمان هو والرئيس بري، لقاء مع الرئيس بري نهار الثلاثة ليحلوا كل هالأمور. قلت لك انا نحن اليوم على ابواب تفاهم كنيسة مربخايل، وهيدا التفاهم اللي هلا عم بيصير بيننا نحن النواب، هيدا تفاهم ما بدي اقول بيشبه لهيدا، بس هيدا تكمله لكل الثغرات اللي بتصير، واجباتنا نحن نجتمع مع بعضنا ونتفاهم على كل الامور، لما بيكون في اي مشكل. نحن عم نجتمع دائما بدون ما يكون في مشاكل، كيف اذا كان في اذا طرق مشاكل؟ هيدي واجباتنا نعملها. نعم، شكرا كثير لك النائب دكتور ناجي غريوس، النائب عن بعبده وعضو تكتل التغيير والاصلاح، على هذه المداخله. برحب فيك من جديد استاذ طارق، وبدي رايك بهالمخرج اللي شفناه امبارحه فجاه، اتصال يعني انا برايي ما كان في مخرج، كان مطلوب يصير شيء يهدئ النفوس ويوقف التشنج. من مين كان مطلوب هذا الامر؟ من المسؤولين، وتحديدا من رئيس الجمهورية الذي هو الحكم، وينبغي أن يكون الحكم بين الجميع، هو الراعي لرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، من موقعيته الحكمية كان مطلوب منه يأخذ مبادرة. وأنا كان عندي معلومات أنه فتح بهذا الموضوع فخامة الرئيس قبل 3 أيام من قبل بادر بدون ما يعني، لا بس هل هو فعلا يعني السيد نصر الله فتح شخصيا دخل فتح على الخط من جهات نافذه او مؤثره، او بانه ان يبادر الى التواصل مع دوله رئيس نبيه بري، دي يعني
شروع بمعالجة لما هو حاصل. فطلب الاستمهال بعض الوقت. بعد هذا الاستمهال صدر بيانه اللي دعا إلى فيه إلى التسامح وإلى كذا، لكن هذا البيان لم يكن كافيا لاستيعاب ما يحصل في الشارع. فتواصلت المساعي، وانه يبدو انه فخامه الرئيس بعد ما استكمل شو اسمه كان مبادرته للاتصال. هلا حسنا حصل، ولكن للاسف في جانب من ما حصل يعني بيخلي هيك شوي الواحد انه بدنا العدو الخارجي بس هو يكون الدافع لنا لحتى والا يعني نتوحد. كانت يعني لو ما صرح عبد الدور لمر من هالتصريح يعني كانت يوم الازمه بعدها مستفحله والشارع بعده. انا برايي برايي هيك، لانه كلام الاسرائيلي كلام خطير جدا. لاول مره اسرائيل تبدا مشروع الاحتلال لبنان نفطيا اذا جاز التعبير. يعني هذا الكلام اللي عم نحكي بالوقت اللي كان لبنان عم بيطالب ب 600 أو شيء كيلومتر مقرصنين بهذا البلوك التسعة، بيطلع الإسرائيلي بيقول لا هذا البلوك كله إلنا. يعني شوف الصفاقة يعني، ونحن قاعدين عم نتسلى بعضنا، عرفت كيف؟ وهو مبلش عم بيشتغل بالغاز وكذا ونحن قاعدين عم نتسلى. بس استاذ طارق، يعني صحيح مثل ما سالت دكتور ناجي غريب، رح ارجع اسال حضرتك انه صحيح انه هذا الخطر الداهم وحد يعني وعى كانه الرؤساء انه في خطر يا جماعه، الخطر مش هون من بعضنا بالداخل، الخطر من هيك من اسرائيل، العدو الحقيقي اسرائيل. ولكن كمان طب كل هالاحتقان وين راح؟ هل يعقل هيك بسحر ساحر يعني ما في راح الاحتقان يروح النفوس ترجع تبرز وننسى كل شيء وكأنه شيء الازمه الازمه ما حل هذا الاتصال، لكن هذا الاتصال اشاع مناخات تمهد لحل. الحل لم يحصل بعد، بعده كل شيء محله. يعني اساءة الوزير جبران باسيل لدولة الرئيس بري ما في اعتذار عنا بعد، هاي وحدة. رح يضل مصر الرئيس بري على مطلب الاعتذار يعني على الاقل بقى. على الاقل انه فيما يعني هو قال انا ما بدي اعتذار، بدي انا بعتذر من اللبنانيين، بدي هن يعتذروا من اللبنانيين، اعتبار انه اللي حصل بالشارع ما بخص شخص بعينه، بخص البلد وامن البلد. صحيح. فالوزير جبران باسيل سافر وكانه ما في شيء، يعني عرفت كيف؟ ما بعرف ليش هذا التصرف، لكن انه بالاخر في محل معين البلد تعرض لهزه خطيره بامنه ده وبسلمه الاهل. ما كانت مسحه يعني لعبه الشارع، لم تكن مسحه. والناس وانا عارف شو عم بحكي، والناس المسؤولين عارفين هذا خطوره هذا الموضوع، وانا سمعت كلام من مسؤولين كبار. ليش نزلوا الناس على الشارع؟ يعني اليوم كمان هذه قصه، اليوم هل يعقل انه يكونوا نزلوا الناس مثل ما عم بتقول حركه امل مش بطلب؟ لك وليش طالما ما نزلوا بطلب من هالقياده، كيف رجعوا قبلوا انه يطلعوا من الشارع بطلب من القياده؟ يعني مثل ما شفنا امبارح صار في دعوه انه ما حدا بقى ينزل على الشارع. في ناس تحمسوا ونزلوا، بس اكيد في ناس حزبيين كمان. هلا ما حدا ما في شيء بسموه انه والله خالص من تحمسوا ونزلوا. تنفترض اول مره عفويا اذا بدنا يعني نقتنع بهالخبريه، طيب ثاني مره وبالحدد يعني تحديدا انا بدك رايي. انا ما في شيء عفوي، انا ما بامن بشيء عفوي بالبلد، ما بامن بشيء عفوي، لانه بلد كله مسيس، بلد يعني موزع، ولا في ولاءات سياسيه متعدده لهذه القوى السياسيه، ما في حدا، ما في شيء اسمه عفوي. هلا احيانا بيكون عفوي للوهله الاولى، بس بعد الوهله الاولى ما بيعود عفوي، خصوصا اذا استمر المشكل. وهلا المشكل انا برايي جمد، ما انحل. مشكل متعلق بالدستوري، متعلق بمرسوم الأقدمية والترقيات والصلاحيات والحكي أنه ناس بدهم يطيروا الطائف ويشيلوا الطائف. كلام كبير صحيح يعني، ولكن جمد معناتها بالشارع فقط، أصبح في لمينا الشارع. هلا لمينا الشارع بالإطار السياسي اليوم، لمينا الشارع. المفروض انه بعد لم الشارع يكون في معالجه سياسيه. لماذا سمح باستخدام الشارع؟ يعني كمان هيدا سؤال كبير، لماذا سمح باستخدام الشارع؟ لماذا سمح باللعب على حافه الهاويه؟ ايه البلد البلد برجع بقول لك، البلد مسيس وحساس، بفوت من تشنج بيطلع من تشنج، ساعه تشنج سياسي وساعه تشنج طائفي. اللي صار بهودي الكم يوم فعلا يعني اعاد اجواء البلد الى اجواء ال 75، انه تصور صار ينحكى العالم عن طوابير خامسه. شو عفوا يعني
يكفي انه اللي صار عند ميرنا الشالوحي او اللي صار بالحدث. طيب يعني مين بيعرف مين شو عم بيصير للبلد؟ مين بيعرف شو عم بيصير للبلد؟ يعني بس يصير تحرك منه بيندس 100 واحد. حتى الكلام اللي انحكى، الكلام مش بس يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، معيب بمقدمات الاخبار، شيء معيب. هذا الذي الكلام الذي رمي ما بيعبر عن مضمون الحضاري للفريق. هل يمكن يعني اليوم اذا تنقول اليوم الثلاثة اجتمعوا الرؤساء الثلاثة، يعني هذا الاجتماع المرتقب، انه تنحل الامور وبرايك ويمحى؟ أنا برأيي، هذا اللقاء الرئاسي لازم يأسس لحل شامل، يبدأ بمرسوم الأقدمية وأصل الحكاية هونيك، وقبل المرسوم الأقدمية الخلاف على الصلاحيات والحكي، لأنه للأسف بعد المسؤولين محاطين بمجموعة ناس ما عندهم يبدو أحلام العودة إلى ما قبل الطائف. ما بعرف ليه. مين تقصد هون؟ فريق رئيس الجمهورية يعني؟ يعني في فريق رئيس الجمهورية وفي آخرين يعني عم بيحاولوا، كل واحد بده يتموضع أو بده يخلق حيثية لحاله، ما بعرف. وفي ناس طامحين لرئاسة الجمهورية، وفي ناس طامحين للوزارة، وفي ناس طامحين. بس برأيك لما بنحكى عن الرئيس القوي، هذا الأمر يعني يتنافى مع اتفاق الطائف؟ الرئيس القوي، هل من يتحدث عن الرئيس القوي يعني أنه يريد العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف؟ الرئيس القوي بمفهومي وبمفهوم الناس وبمفهوم الطائف الحقيقي هو الرئيس الحكم. أنا قوي إذا كنت أنا منزه من أي شيء وحكم عم بحكي بالحق لكل الناس، من يعني علي وعلى على أعدائي. مثل بيقولوا، ألا ينطبق هذا الأمر على الرئيس عون؟ لحظة، هذا الرئيس القوي حسب مفهوم الطائف وروحية الطائف. بس إنه أنا بقولوا لي رئيس قوي، بدي البعض بده يبني على كلمة الرئيس القوي ليستعيد صلاحيات أخذ الطائف من رئيس الجمهورية وأعطاها لمجلس الوزراء، هون الغلط. بس وين هون صار في اعتداء على هذه الصلاحيات؟ يعني اليوم الرئيس عم ينبش بالطائف الصلاحيات والمواد يلي بتخوله إنه يستخدمها بمواقف معينة بمرسوم الأقدمية. لا، بالتحليلات السياسية هذا الأمر يزعج الرئيس. أنا رأيي الشخصي وكمتابع يعني، ما رأيي يعني رأيي الخاص، أنا بقول إنه في موضوع مرسوم الأقدمية في خطأ ما ارتكب من قبل الرئيس عون، من ما بعرف، من قبل الرئيس عون، من قبل حدا يعني قدم استشارة. تقصد بالخطأ مخالفة دستورية؟ يعني هلا هي مش مخالفة دستورية أو خطأ سياسي؟ خطأ قانوني، إنه بنص بالدستور بيقول إنه قرارات رئيس الجمهورية يشاركوا في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصين. إيه؟ ما خلى مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالته. هل جزء في حالات محددة؟ وأنا بدي أعطي أقدمية، لضابط، لموظف بإدارة، موظف فئة أولى، أو هذا بده يرتب على الدولة أعباء مالية. حكى كثير بهالكلام، وكمان الأقدمية ونقاش بالأقدمية، إنه أنا بعطي الأقدمية لمين؟ لأي ضابط؟ نعم. الضابط اللي حقق إنجاز عسكري وكافئوا عليه، أو أقدمية هيك يعني. بس قال الرئيس عون، طب اللي عنده مشكلة يروح على القضاء، تنحل الموضوع بالقضاء. بين إنه مصر على هذا الموقف، إنه الحل هو باللجوء إلى القضاء. يروح على القضاء. أنا برأيي القضاء هو راح بيقول الكلمة الفصل، لأنه القضاء بده يرجع يقرأ بكتاب الدستور بالدرجة الأولى قبل ما يقرأ بالأولين، بده يقرأ النص الدستوري شو غير هون قرار هيئة التشريع والاستشارات. هيئة التشريع والاستشارات، مش هي بتشرع، هي بتستشيريها، بتقولي بدي رأي بهالموضوع، هي بتعطيك الرأي، وهذا الرأي غير ملزم. هذا الرأي غير ملزم، بس بالآخر الشيء القانوني بيحدده مجلس النواب وبيحدد الدستور. طيب وليش ما راحوا على، ليش ما قبل الرئيس بري بهذا الحال، انه طالما في مشكله وما عم نقدر نحلها؟ ما بيقول النص الدستوري على القضاء. ليش قال الرئيس بري انه ضعيف يعني بيروح على القضاء؟ من البدايه قال هالشيء، واعتبر انه يعني اصرار الرئيس عون على انه الامور تحل بالقضاء وكانه تحدي او زياده أو صب للزيت على النار. أنا ما بدي فوت بكل رئيس شو، بس أنا بعرف إنه المنطلقات موقف الرئيس بري وآخرين الذين يعني يخطئون خطوة بمرسوم الأقدمية مسندين للنص الدستوري. نص الدستوري واضح، ما في لبس بالنص الدستوري. كل شيء بيرتب على الدولة أعباء مالية، كل شيء له علاقة، مثلا وزير الداخلية بيمضي وزير الداخلية إذا هالمرسوم
لوزير الداخلية سلطة أو شيء بده يكون، وزير المالية بده يكون موجود. يعني كل وزير مختص له علاقة بمرسوم بده يكون أمضاءه موجود. نعم، بالعودة للأزمة الحالية هلأ، يعني برأيك يحتاج الأمر لمعالجة سياسية؟ يحتاج إلى معالجة. تبدأ المعالجة باجتماع الاجتماع الثلاثي يوم هذا يفترض المقبل. يفترض. لكن لقلك شغلة، البلد أمام جملة أخطار، إذا ما بدهم المسؤولين وهذا الطاقم السياسي يتحسس المخاطر التي تهدد لبنان، أنا برأيي نحن رايحين على كارثة. موضوع مش موضوع انتخابات، أبدا مش موضوع انتخابات، موضوع في خطر يتهدد البلد، لا بيطير انتخابات وبيطير كل شيء. هذا الكلام الإسرائيلي خطر أمني يعني. طب أمني، أنا عم بحكي المشروع، في مشروع حرب إسرائيلية على لبنان ما تزال قائم، ما حدا يخبرنا شيء ثاني. وكلام الإسرائيلي واضح، إذا بنقرأ كلام ليبرمان بتشوفي كيف كلام ليبرمان خطير جدا، ما حدا يمكن تفحص كثير فيه، شاف ويمكن العالم قصة إنه والله بس قال إنه والله هذا لوك تسعة هذا إلنا ما إله اللبناني في شيء. لا، في كلام كثير كفوا قريت الكلام الثاني بتشوفه، في عدم اعتراف بالقضية الفلسطينية، عم يحكي لي بده انه صراعنا نحن مع العرب مش مع الفلسطينيين، ما هذه بلشوا فيها من سنة 48 الاسرائيلي يقولوا هذا النزاع العربي الاسرائيلي، ما هن فوتونا بقصة النزاع العربي الاسرائيلي، لهذا الكلاشيه اللي حطوها نسونا القضية الفلسطينية، ما هي بالاساس نزاع فلسطيني اسرائيلي، ازمة فلسطين، بس عم يحكي بده قال اتفاق مع كل هذه الدول العربية، شو معناتها يعني؟ يعني انسوا فلسطيني فلسطين، هاي وحدة. اثنين، وقت اللي عم يحكي بانه والله هذه الحرب، انه كمان هذا موضوع مش موضوع بس جبهه لبنان، جبهه لبنان وسوريا، يعني في مشروع حرب اسرائيليه جدي من ايام ما جاء كوشنر الى المنطقه، صهر الرئيس ترامب، هو اللي وضع المخطط، هو اللي وضع المخطط بموضوع يعني اسرائيل قبيل ازمه استقاله الرئيس الحريري. هذه الزياره قبيله وبعدها كمان، قبيله وبعدها، ومسؤول السي اي اي الامريكي مش عم بيغيب عن المنطقه. نعم. ما عم بيغيب، كل جمعه جمعتين بتلاقيه موجود بمحل، معناتها جماعه مخططين لمشروع، بس بده التوقيت. وانا خايف ما يكون هذا التوقيت في الربيع، لانه اذا صار بالربيع يعني كلفنا خاطر. نعم. برايك تحسسوا المسؤولين هذا الخطر؟ يفترض انا برايي يفترض انه يكون في تحسس حقيقي صار بهذا الموضوع. نعم، رح تابع معك، ولكن اسمح لي انتقل للزميل ادم شمس الدين الذي يواكب اللقاء الذي سيحصل، اللقاء المشترك بين نواب من حزب الله وحركه امل والتيار الوطني الحر في الحدد. صباح الخير ادم. صباح الخير كاترين. تفضل ادم، يعني دعنا بالاجواء. الكلمه التي سيلقيها النواب. نعم كاترين، نحن الان في مقر بلديه الحدث، وذلك لتغطيه الوقفه التضامنيه او المؤتمر الصحفي المشترك الذي سيجرى هنا في البلديه، وذلك بحضور نواب من حركه امل وحزب الله والتيار الوطني الحر، ونذكر منهم على سبيل المثال النائب علي عمار والنائب علي بزي والنائب ناعو، اضافه الى النائب حكمه الديب. في هذه الاثناء يتحضر يعني المشاركون هنا في المؤتمر لبدء المؤتمر الصحفي، وذلك للوقوف عند خلفيات الحادث الذي جرى في الحدث بعدما قام عدد من الشبان المناصرين لحركة أمل بالدخول إلى منطقة الحدث، ما أدى إلى استنفار في المنطقة، وبعد يعني محاولة احتواء الحادث سأطلب من زميلي المصور هادي قيس بالاقتراب من الطاولة لأخذ الصورة الكاملة للحضور هنا في مقر بلدية الحدث. يذكر أيضا بأن رئيس بلدية الحدث جورج عون يشارك في هذه الوقفة أو المؤتمر الصحفي إذا صح التعبير. طبعا قبل وبعد حصول الحادث هنا في منطقة الحدث كان هناك خطوة لاحتواء الحادث، وأيضا خطوة لتدارك التصعيد الذي جرى في الشارع، وذلك بعد أن قام الرئيس ميشيل عون بالاتصال بالرئيس نبيه بري بحضور الرئيس الحريري في قصر بعبدة، وذلك لتدارك كل الخطوات التصعيدية التي جرت على خلفية التسريب لوزير الخارجية جبران بسير، والذي وصف فيه رئيس النواب بالبلطجة.
الخراجي. طبعا هذا المؤتمر يجري على يعني يحدث على مقربة وليس بفترة زمنية بعيدة عن التفاهم السياسي الشهير الذي أجري بين حزب الله وحركة وعفوا والتيار الوطني الحر في كنيسة مار مخاير في 6 شباط عام 2006. يمكن اعتبار هذا المؤتمر الذي يجري اليوم ربما إعادة تأكيد على هذا التفاهم وأيضا ربما لشمل حركة أمل به خصوصا بعد التصعيد وبعد كل يعني أزمة الاحتقان التي جرت على خلفية الفيديو المسرب. ننتظر في هذه أثناء الكلمة التي سيلقيها رئيس بلدية الحدث جورج عون وأيضا سيكون هناك كلمات لكل من نواب حركة أمل وحزب الله على سبيل المثال النائب علي عمار والنائب علي بزي. طبعا كان هناك تصريحات نارية للنائب علي بزي من حركة أمل ضد وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية الفيديو المسرب، ولكن يبدو بأن يعني الرغبة في تلافي أي تصعيد في الشارع يعني أدى إلى عقد هذا المؤتمر وذلك لاحتواء كل تصعيد وزيادة احتقان بين الشارع المسيحي والشارع الشيعي. ننتظر في هذه الأثناء بداية المؤتمر الصحفي. طبعا هذا اللقاء يجري على مستوى النواب وأيضا رؤساء بلديات المنطقتين ومخاتيرها. لدينا أيضا رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ورئيس بلدية الحدث جورج عون إضافة إلى المخاتير في المنطقتين. سأضطر كاترين إلى وضع يعني إلى الاقتراب من المنصة وذلك لإفساح المجال للكلمات بالبدء. نعم آدم، إذن بانتظار بدء المؤتمر الصحفي المشترك بدي تعليق منك على هالمشهد استاذ طارق. يعني مشهد منيح لأنه بعد اللي صار بالمنطقة كان لابد من أنه يصير في هذا التلاقي بين النواب المنطقة وبحضور رئيس البلدية لحتى يصير في امتصاص للتشنج اللي صار. نعم. يعني خصوصا أنه يعني اللي صار هونيك كان أحد يعني المؤشرات السيئة على خطورة ما كان يحصل. يعني لو الأمر ينفلت هاي المنطقة بالذات يعني تحديد الحدث طبعا وهلا منطقة الحدث صارت منطقة فيها بعد الحرب صارت منطقة يعني عادت مدينة عيش مشترك. يعني في يعني الحدث الضاحية صارت فاتي بالحدث والحدث صارت فاتي بالضاحية. ومسألة انه نحن هلأ على مسافة كم يوم يعني من فكرة توقيع وفي توقيع الاتفاق هلأ اذا بدك بنحكي اكيد بدنا نحكي بعد شوي بالتفصيل. يعني برأيك هون نوع من اعادة ترسيخ وتكريس لهذا التفاهم ووجود هون حركة أمل كطرف ثالث كمان بالموضوع كمان ماذا يعني بالسياسي؟ يعني بالسياسي انه بالاخر رايحينها انتخابات هي رايحينها وبعدين يعني قصة حليف الحليف ويعني انه ما كانت العلاقة سيئة اصلا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل يعني حتى قبل التفاهم. عن اي زمن عم تحكي ما كانت سيئة؟ انه قبل عم ترجعنا لورا يعني كثير يعني بعد قبل تفاهم مار مخايل وبعده كانت العلاقة جيدة جدا. يعني في محل يعني بعتقد انا العلاقة اصيبت بخدش معين عندما تمنع نواب التيار الوطني الحر عن انتخاب الرئيس نبيه بري رئيس المجلس وقتها ما انتخبوا. من هون بلشت برايك شراره انه خلقت الخلاف. بس لم تحدث ازمه، ظلت العلاقه حتى كان في حكى بفتره من فترات انه يصير في وسيله تفاهم كمان صحيح. بين الفريقين عرفت كيف، بس انه بالممارسة وبعد انتخاب الرئيس وقبله شوي يعني صار بعض المسائل عملت هيك شيء من يعني ما بدي أقول توتر، كان في هيك بعض الشوائب. بس اللي صار هلأ بعد فيديو بدي اعتذر منك استاذ طارق. خلينا اسمح لي نسمع سوا نحن مشاهدين المؤتمر الصحافي المشترك ونتابع من بعد. والبلدية بلديتكم، بدي اتأهل بنواب تيار الوطن الحر اللي بشوف فيهم طيف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. بي الكل وحامي الوحدة الوطنية، أهلا وسهلا
بنائب حركة أمل السيد علي بزي اللي بشوف فيه طيف دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري صاحب القلب الكبير والمؤتمن على العيش المشترك وإرث الإمام موسى الصدر. أهلا وسهلا بنائب حزب الله الحج علي عمار اللي بشوف فيه طيف وهامة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، الرجل الصادق بإيمانه وفعله ومحبته. بلدية الحدد فخورة جدا باستضافة أهل البيت الواحد والصف الواحد، أهل القلوب الكبيرة والإرادات الطيبة. غيمة صيف ومرقت لبنان مرة جديدة بيتجاوز الفتن اللي قطعناه لراسها مبارح وقطعناه لراسها خلال الأسبوع، ورح نضل نقطع لراسها وين ما بدها تبين بحي الله منطقة بلبنان. لبنان مش بس بلد العيش المشترك، لبنان بلد العيش الواحد. عن جديد برحب فيكم كلكم، أهلا وسهلا بالجميع. أنا ما رح طول عليكم لأنه في كلمات هلأ من وراي للحج علي وبعدين للأستاذ علي ومسك الختام للأستاذ علي بزي. أهلا وسهلا أستاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآباء الأجلاء المحترمين، سعادة النواب، حضرات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الفعاليات الاجتماعية، صباح الخير والسلام عليكم، والسلام دوما إلى لبنان وإلى بني الإنسان. إذا مشاهدينا بانتظار عودة الصوت في هذا النقل المباشر من بلدية الحدث، أذكر بأن النائب علي إلا أن أستحضر أمامكم ومن خلالكم أيضا قامات وطنية وإنسانية وأخلاقية وسياسية كبرى على تنوعها في لبنان، لما تمثله على مستوى التنوع في الوحدة وعلى مستوى التعدد في الوحدة. هذه القامات عنيت بها وكأني بها شاخصة إلينا هذا اليوم وهذه الصبيحة المباركة. القامة الأولى قامت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الشخصية التي ملؤها القوة والمحبة والوطنية والتسامي والترفع فوق كل الاعتبارات، لما تمثله من تاريخ في الصمود والنضال من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وعلى سيادة لبنان وعلى كرامة لبنان. والقامة الأخرى التي أيضا أنظر إليها وأعتقد أنها تنظر إلي الآن، وهي قامة دولة الرئيس الأخ الأكبر كما عبر سماحة الأمين العام في احتفال النصر، دولة الرئيس نبيه بري. هذه الشخصية وهذه القامة وهذه الهامة العليا التي تمثل أيضا
قيمة إنسانية ووطنية كبرى، حريصة أشد الحرص ومؤتمنة أشد الائتمان، باعتبارها حاملة لأمانة الإمام موسى الصدر، إمام الوحدة الوطنية وإمام العيش المشترك وإمام المقاومة. والقامة الثالثة التي أستحضرها في هذا اليوم أيضا هي قامة سماحة سيدي المفدى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذه الشخصية أيضا التي تستخلص في داخلها وبين ثناياها وبين طياتها روح وسلوك سيدنا المسيح عيسى ابن مريم وبتولية وطهر البتول مريم، وأيضا تستحضر في داخلها رحمة العالمين وهو نبي الرحمة ونبي السلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى سيدنا عيسى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من خلال هذه القامات نحن حريصون أشد الحرص على تحصين وتمتين الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية، ولا أقول العيش المشترك، إنما أقول المصير المشترك. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا إنسان على تنوعنا وعلى تعدديتنا. وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأشيد بوعي الجميع الذين أسقطوا بوعيهم وبنضجهم وبإرادتهم وبعزيمتهم ما يريده العدو لهذا البلد العزيز السيد الحر المستقل، عنيت به العدو الإسرائيلي. وأنتم تعلمون أن هذا العدو لا يعفي نفسه من فرصة واقتناص فرصة للتسلل للمساس بوحدتنا الوطنية وبمصيرنا المشترك الواحد الأوحد. وها هو اليوم عبر وزير أمنه المشؤوم يهددنا باستمرار عدوانه المستمر من خلال تطلعه بأطماعه العدوانية التاريخية إهلينا سيادتنا الوطنية عبر البلوكات التي كان للتيار الوطني الحر بشخص العماد ميشيل عون فخامة الرئيس ولدولة الرئيس نبيه بري دورا كبيرا في كسب معركة النفط التي نطمح بأن تكون ثروة لبنان المستقبل لخلوصه وتخليصه من أطماع العدو من ناحية، ولتخليص المواطنين من الأزمات الاقتصادية من ناحية أخرى. لن أطيل أكثر من ذلك. في ظل هذه الأطياف التي تحدث عنها الأخ الكريم الأستاذ جورج عون، أطياف القامات والهامات الكبرى، أيضا لا أقلل من قامات أخرى في الوطن التي أيضا هي بنفس المقام. ولذا أيها السادة الكرام، نحن هنا
لنقول سحقا لكل مريدي الفتنة وسحقا لكل مريدي التسلل إلى داخل أبناء الصف الواحد والبيت الواحد والعيش الواحد والمصير الواحد، وأقول لهم عشية الإنجاز الإنساني والتاريخي والوطني الكبير، عشية ورقة التفاهم، لأن هناك بعض الأصوات حاولت من خلال غيمة الصيف هذه أن ينالوا من ورقة التفاهم. أقول لهم بعدا لكم، ورقة التفاهم باقية ما دامت الدماء تسري في عروقنا، ولذا لن نسمح لأحد بالمساس بالوحدة الوطنية. وهنا إن كنت أستلهم فأستلهم الإمام موسى الصدر في عبته عباءته وجبته وعمامته حينما كان يجول من كنيسة إلى كنيسة ومن منطقة إلى منطقة، تأكيدا وحرصا على إسقاط كل مشاريع الفتنة. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأستاذ جورج عون، وشكرا لسعادة النواب، وأخص بالشكر رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات والفعاليات والآباء الذين يشاركوننا في هذه الوقفة الإنسانية الوطنية الصلبة، لأنهم كما نعهدهم على مستوى ساحل المتن وعلى مستوى كل لبنان ما كانوا ليكونوا رؤساء بلديات لولا ذلك الرصيد الوطني والإنساني المترفع عن الطائفية والفئوية. وبالمناسبة أقول لكل الطائفيين إلى أي جهة انتموا، خسئت الطائفية وخسئت المذهبية، طائفتنا الوحيدة هي لبنان الواحد الموحد بوحدة أرضه وشعبه وبنيه. وختاما أقول إلى اللقاء من جديد لمواجهة العدو الخارجي وبعض الداخل للأسف الشديد الذي لا يتغذى ولا يعيش إلا على الفتنة. وأيضا لنلتفت من جديد إلى ما يستهدف المواطنين في حياتهم الاجتماعية والخدمية. علينا بتحصين وضعنا الاقتصادي، علينا بتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة من كهرباء ومياه وغير ذلك في مرحلة أصبح المواطن أمس ما يحتاج إليه إلى توفر هذه الخدمات. شكرا لكم، وأستميحكم عذرا إن أطلت، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير. لقاءنا اليوم من قلب الحدث حيث الحدث هو رسالة معاكسة وأقوى لكل ما حصل في الأيام الماضية، مش بس بالحدث بل بكل الأراضي اللبنانية. هي رسالة بالأول إلى جماهيرنا يلي عن قصد أو عن غير قصد، يلي عن وعي أو عن غير وعي زادوا الانقسام والانشقاق وأقاموا وارتكبوا أي إساءات بحق بعض. وجودنا اليوم كلنا سوا هون هو رسالة معاكسة للتأكيد أنه نحن
على المستوى من المسؤولية وتحت رعاية رؤسائنا وأول فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نبيه بري وطبعا سماحة السيد حسن نصر الله ودولة الرئيس رفيق سعد الحريري كلنا مصرين على أنه أي إشكال سياسي بالبلد لن نسمح بأن يتحول من جديد إشكال بين اللبنانيين. إشكالاتنا السياسية يجب أن تبقى تحت هيدا السقف، وصرختنا من كم يوم هي تحديدا حتى نحذر حالنا بالأول وزملائنا بعدين أنه نحن مؤتمنين على الحفاظ على شبكة الأمان الوطنية يلي نحن كلنا مؤتمنين عليها ويلي تفاهماتنا فقط هي بتحصنها. لسبب اليوم هيدا اللقاء وتحديدا لكي نمحو أثار ما حصل على كل الأراضي اللبنانية وتحديدا بالحدث. وهي ثانيا رسالة إلى زملائنا بحركة أمل وإلى دولة الرئيس نبيه بري لنقول له أنه نحن كرامتهم وكرامتنا وكرامة دولة الرئيس نبيه بري وكرامة زملائنا وكرامتنا كلنا من كرامة بعض. ونحن اليوم أي إشكاليات بتصير بيناتنا لن نسمح بأن تؤدي إلى شرخ على المستوى الوطني، وسنبقى شركاء في هذا البلد كل واحد من الموقع اللي هو موجود فيه وكل واحد بالمسؤولية اللي عنده إياها حتى نكمل سوا المسيرة في هذا البلد. ثالث رسالة هي إلى زملائنا في حزب الله أنه نحن وياهم مؤتمنين على هذا التفاهم يلي حصل في مرم خايل في الشياح منذ 12 سنة، ونحن على أبواب الذكرى 12 لهذا الاتفاق، ولنقول أنه لألهم وإلى كل القوى السياسية أنه هذا التفاهم اليوم مستمر، لأنه هذا التفاهم هدفه الأول هو تحديدا الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي اللبناني، وهذا تحديدا ما حصل ومفاعيله اليوم هي تحديدا من مفاعيل هذا التفاهم اللي اليوم عم بيقدر يحافظ بكل المحطات على السلم الأهلي وعلى الوحدة الوطنية. هيدي اليوم الرسائل اللي حابين نوجهها إلى كل اللبنانيين أنه نحن بدنا نتعود، ممكن بأي لحظة نرجع نفوت بتباينات سياسية، ممكن بأي لحظة نوقع بزلات، ممكن نقطع باستحقاقات صعبة، ممكن نقطع بغيوم، إنما هذه الغيوم لن نقبل أن تتحول إلى عواصف، لأنه كل اللبنانيين وكل جماهيرنا من دون استثناء لا تريد العودة إلى الوراء على المستوى الوطني. كل الشعب اللبناني يريد أن تبقى الوحدة الوطنية قائمة، لا أحد من الشعب اللبناني يريد العودة إلى الوراء. وبعتقد أنه أي تجاوزات بتحصل من أي جهة اللي أتت، وأكيد هي إجمالا من ناس متفلتة ومن دون رقاب ومش حدا مسيطر عليها، إنما هذه التجاوزات لن تسمح أن تؤدي إلى أي شرخ في مبيناتنا. هذه الرسالة الأساسية اللي عم نحاول نوجهها من هذا اللقاء، وهذا اللي بدنا إن شاء الله نقل راد أن نعود إلى المسار الصحيح، أي المسار المؤسسات إلى المسار السياسي، ونطوي كلنا سوا صفحة هالأزمة يلي كانت استحقاق يمكن جرس إنذار لأنك سوا كلنا حتى نتعلم ونأخذ العبر منها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآباء الأجلاء، أصحاب السعادة، الزملاء النواب، رؤساء البلديات، وأخص بالشكر رئيس بلدية الحدث والمجلس البلدي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لست قادما من منطقة إسلامية إلى منطقة مسيحية، أنا آت من فكري وعباءتي وعمامتي الإمام القائد السيد موسى الصدر، وحاملي أمانته وأمانة اللبنانيين دولة الرئيس الأخ نبيه بري، لنشترك
في إيماننا بالله الواحد. مهما تعددت التعبيرات عن الله ونشترك في الدين الواحد ولو تعددت الديانات، نحن بما نمثل في حركة أمل وردا على كل الإساءات التي حصلت في الأيام الماضية، يجب أن يعلم الجميع أن السيد المسيح يحتل في حركتنا وفي فكرنا وفي ثقافتنا وفي هويتنا موقعا مميزا ومتقدما ومتميزا، فهو الثائر على الظلم وعلى الفساد، وهو كما الإمام الحسين شهيد الإنسانية وفاديها. إن تعاليم الدين تمنع بوضوح تام كل ما يمس كرامة الإنسان، ويحرم بالتالي التعرض لهذا الإنسان، ولذلك نحن حريصون كل الحرص مع إصرارنا على التشبث بالتعايش بين اللبنانيين وعلى تدعيم أواصر وحدتنا الوطنية الداخلية التي عبر عنها ذات مرة سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر، أن وحدتنا الوطنية الداخلية هي أفضل وجوه الحرب ضد العدو الإسرائيلي، والتي عبر عنها سلوكا وأداء ومواقف دولة الرئيس الأخ نبي بري في أكثر من محطة وأكثر من استحقاق. وليس مبالغة القول أن من قدم أكثر من 9,000 شهيد وأكثر من 4,000 جريح من أجل حفظ وصيانة وحماية سيادة وأمن وكرامة لبنان واللبنانيين هو الحريص على وحدة اللبنانيين وعلى السلم الأهلي وعلى الاستقرار وعلى التشبث بالوحدة والتعايش بين كل اللبنانيين. علينا جميعا رغم اختلافاتنا في المقاربات السياسية، وهذا شيء مشروع، أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موقعنا دائما وأبدا من أجل خدمة الإنسان وصون كرامته وحقه في الحياة الفضلة، وأن لا يكون في قاموسنا ما يسيء إلى هذا الإنسان بغض النظر عن موقعه، كلاما لفظا وإصابة في المعنويات وفي الكرامات. الكل يعلم أن ليس لحركة أمل على الإطلاق أي علاقة بما حدث في الحدث أو بما حصل على الأرض، وكنا نملك من الجرأة والشجاعة والأخلاق وحس المسؤولية أن نعلن باسم دولة الرئيس الأخ نبي بري أمام كل اللبنانيين عن اعتذارنا لأي إساءة لحقت باللبنانيين على الأرض. أحسنت. وهذا كان موثقا بالصوت والصورة، وهذا فعل إيمان، واستتبع ذلك أيضا بتوجيهات وتعليمات من دولة الرئيس الأخ نبي بري إلى المسؤول المختص في قيادة حركة أمل الأخ أحمد بعلبكي والاتصال بقيادة الجيش وكل الأجهزة الأمنية أن حركة أمل
لا ولن تغطي أي مخل بالأمن الذي يستهدف أمن وحياة وكرامة كل اللبنانيين بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ومشاربهم وانتماءاتهم. واستتبع ذلك أيضا ببيان صادر عن هيئة الرئاسة في حركة أمل، وبيان آخر صادر عن المكتب السياسي في حركة أمل. نعم لدينا الجرأة أن نعتذر من بعضنا البعض، لأن أولويتنا هي في مكان آخر. الأولوية المطلقة هي في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية. الأولوية هي أن جرحنا جرح واحد، وأن همنا هم واحد، وأن دمنا دم واحد، وأن وطننا الحبيب لبنان هو وطن واحد. أحسنت. وأن أولويتنا هي مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها هذا البلد، والتي تأتي في طليعتها الأطماع الإسرائيلية، وليس آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي. وحسنا فعلت القامات الرسمية الوطنية في الدولة اللبنانية لمواجهة هذه الأطماع وهذه التهديدات، لأنها تمس أمن وسيادة وكرامة لبنان وكل اللبنانيين. أيها الإخوة، أحمل إليكم من القامة الوطنية الشريفة في هذا البلد، من دولة الرئيس الأخ نبي بري، الذي كان دائما وأبدا في المواقع المتقدمة في هذا الوطن، انحيازا إلى الحوار وإلى الوحدة وإلى المحبة وإلى السلام وإلى التعايش، باقة من الحب والوفاء والمحبة والتقدير. إليكم قامة قامة، اسما اسما، وعلما علما، عسى أن نلتقي وإياكم دائما وأبدا على موائد الحق والخير والدفء والمحبة والسلام. من أجل لبنان، عشتم وعاش لبنان. ما تشاركونا بهالوقفة بس. يلا رئيس. يلا ها. كما نحن يد واحدة، نحن قلب واحد إن شاء الله. ما حنرد ما حنرد ما حنرد أنا رأيي ما نردش رأيي ما نرد. أنا بدك تسمح لي لحظة بس. نعم. أنا تسمحوا لي بس أيضا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسلطة الضوء والصوت، لكل الوسائل الإعلامية التي شاركتنا في يومنا المبارك هذا، منوهين ومقدرين جهود كل العاملين في الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، راجين منهم لأن مسؤوليتهم لا تقل عن مسؤوليتنا قيد أنملة، في ضرورة أيضا التكاتف معا في تحصين وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك. ونحن الذين نتغنى ونحافظ ونؤكد ونحصن ونرسخ حرية التعبير وحرية صناعة الرأي العام التي تقوم به وسائل إعلامنا الوطنية على تنوعها وتعددها، نتمنى منهم جميعا أن يشاركونا هذه المسؤولية في مواجهة التحديات والمخاطر. وشكرا. نحن لم نطلب اعتذارا
من الوزير جبران باسيل، ولن نقبل اعتذارا من الوزير جبران باسيل. هو يعرف ماذا يفعل، عليه أن يعتذر من اللبنانيين، كل اللبنانيين. تسويت الصفحة، تسويت الصفحة. يا الله، شكرا، شكرا للجميع. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي مدير تحرير جريدة الجمهورية طارق درشيشي. أستاذ طارق، طبعا مشهد جميل جدا، أريد من خلاله مثل ما قلنا تكريس والتأكيد على العيش المشترك تحديدا بمنطقة الحدث التي كانت قد شهدت أحداثا أمنية. كيف تعلق على هذا المشهد وعلى الكلام الذي قيل ومحاولة تهدئة يعني النفوس؟ كان أنا برأيي خطوة كانت مطلوبة، يعني سواء كان حصل التواصل بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس أو لم يحصل، الوضع على الأرض في ضوء ما حصل هناك كان ينبغي أن يحصل له مثل هذه المعالجة الميدانية. هذه معالجة ميدانية لأنه نسيج تلك المنطقة نسيج كثير، يعني مع انه مؤسف انه بتصير القصه هناك بمنطقه صار فيها يعني تجربه عيش مشترك خلال السنوات الماضيه، تجربه ناجحه كانت في تبادل مصالح، في علاقات عائليه، يعني ناس يعني النسيج متداخله ببعضها. وانا برايي اللي عاملين الايدي التي تخطط في الظلام كانت ربما كانت ناوي تفتعل شيء في هذه المنطقة اللي بيعرفوا قديش هي. نعم، إذا اليوم يعني هذا الاجتماع روق النفوس، هدأ، لكن علينا أن ننتظر إنه غير الكلمة يلي حكيها نائب علي بزي بالآخر واللي كانت كتير يعني فيها إيجابية، ولكن بالنهاية ردا على السؤال قال إنه على الرئيس على الوزير جبران باسيل أن يعتذر من اللبنانيين، إن هو يعرف ما عليه أن يفعل. يعني إلى ما تؤشر هذه الجملة هيك يعني بنهاية هذا اللقاء إنه ما زال حركة أمل، و يعتبروا إنه ما قاله الوزير جبران باسيل فيه إساءة كبيرة لرئيس نبيل. يعني بعدنا محلنا، يعني هدأنا الشارع، ولكن أنا برأيي صار في فصل، يبدو صار في فصل بين الأزمة التي كانت قائمة بين رئيس عون والرئيس بري، والأزمة القائمة بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل. ربما هذه بتاخذ القصة الرئاسية بتاخذ مسلكها بالمعالج من خلال اللقاء الرئاسي، وبتنسحب على مرسوم الضباط كمان. يعني في كلام انه هذا اللقاء يعني يطمح ان يؤسس لحل شامل لكل القضايا المختلف عليها. نعم، والازمه مع الوزير جبران باسيل ماذا يحل؟ الازمه لها؟ انا برايي تنتظر مبادره من الوزير جبران باسيل. بعد مطلوب مبادره من طبعًا الوزير جبران طبعًا باسيل. انا برايي وزير جبران باسيل يعني معلش ما في يكون يعني ياخذ هذا الموقف ويصير هذا الموقف ما اثار المضاعفات وما يرتب عليه انه يعني مسؤوليه ما. هو اعتبر انه هو اسفه. مش اسف الرئيس بدي يعتبر انه يعني اسئله شخصيا، يعني عرفت كيف؟ انه وقت الواحد بيتهم الثاني بالبلطجه، عرفت كيف؟ يعني مش عم يتهم والله انت غلطت بهالموقف السياسي، عم يتهم بالشخصي. نعم، اذا الازمه مع جبران باسيل تنتظر مبادرة من الوزير. تنتظر مبادرة من الوزير. هون بدي أعلق كمان على مسألة العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وطرح الكثير من علامات الاستفهام بالأيام الماضية، ما مصير تفاهم مرم خايل، خصوصا من بعد ما حزب الله أخذ موقف واضح داعم للرئيس نبيه بري، وبالأمس كمان أصدروا القيادتان أمل وحزب الله كمان بيان يعني مشترك بين بعضهم. لأنك حزب الله بيفصل. برأيك هل فعلا وصلت بمرحلة معينة أو بلحظة معينة هذه العلاقة إلى مرحلة الخطر أو مستوى يمكن تهدد هذا التفاهم؟ لأن أهل كلامي كثير، وقال أنه حتى البعض ذهب إلى اتهام التيار أو الوزير جبران باسيل أنه خلف ما يقول ما كذا انه ربما يهدف الى التملص من التفاهم مرم خايل بعد كم يوم، انه
انه ربما يكون عنده التزامات خارجيه بهذا الموضوع او قطع التزامات، هذا حكي. لكن انا اللي شايفه وبضوء اللي سمعناه لا واضح انه هذا التفاهم ما زال قائم. سمعنا شو قال نائب علي عمار، ورقه التفاهم باقيه 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 ما دامت الدماء تمشي في عروقنا. انا بعتقد انه حزب الله بيفصل في موضوع بين التفاهم وعلاقته مع التيار الوطني الحر ومع فخامه الرئيس وكذا، وبين موضوع البيئه التي ينتمي اليها وحفاظه على هذه البيئه. يعني ما في يكون في موقف غير التضامن مع الرئيس بري فيما تعرض له من إساءة شخصية، وهذه الإساءة الشخصية ربما يعني أثرت على البيئة الشيعية الكاملة، عرفت كيف؟ فكان طبيعي أنه يأخذ هذا الموقف. ما هذا لا يعني أنه إذا أخذ موقف أنه هو طلع من التفاهم أو بده يطلع من التفاهم. لذلك برجع بقول لك المطلوب صار في بس قبل ما هي القصه صار في يعني عده هيك محطات بين انه في تباين بين حزب الله والتيار الوطني الحر باكثر من مكان. يعني لما شفنا انه بموضوع التطبيع او موضوع الفيلم يعني اذا بينعرض ولا ما بينعرض وموضوع الحريات، يعني صار في اكثر من مكان شفنا انه حتى تصريح الوزير جبران باسيل كلامه يعني الصحافي من اسابيع المتعلق باسرائيل والحمل اللي صارت عليه، يعني وكأنه صار في نوع من تراكمات لحد ما وصلنا يعني ما وصلنا إليه. أحيانا بالأزمة أحيانا الأخيرة مثل ما قلتي مواقف عم يتخذها الوزير جبران باسيل عم يعني ما عم تكون عم تلقى صدى أو مقبولية لدى أو بيعتبر الحزب الله أنه لا تليق بالتحالف القائم بيناتهم هاي المواقف، سواء بموضوع التطبيع انه مثلا وقت اخذ مواقف بموضوع باجتماعات القاهره انه كان حتى سمعنا ثناء من رئيس دوله الرئيس بري ثناء عالي جدا بموقف الوزير جبران باسيل، بس انه في مواقف ثانيه عم ياخذها الوزير جبران باسيل ربما البعض بيفسروها انها لاسباب انتخابيه وانه مؤدي مع انتخابات وبده يلوم العصر لاحقا وبده يلوم صحيح عنده حقه يطمح يعني هلا بالاخر بيوصل ما بيوصل موضوع ثاني على سيره الانتخابات هون لانه الوقت يعني شرف على الانتهاء للاسف. خمس دقائق معنا بدنا نحكي على الانتخابات يلي وضعت في دائره الخطر باثناء الازمه اليوم، هل زال هذا الخطر برايك؟ انا برايي الانتخابات ستجرى في ست ايام. الانتخابات بالتحضيرات الاداريه وكذا انه طبيعي يصير هذه التحضيرات، لكن هذه التحضيرات لا تعني انه الانتخابات ستحصل في موعدها، انه لانه في ضوء ما يحصل يعني عم يصير كثير مخاوف. يعني مثلا هذا الكلام الاسرائيلي ودائما تهديد والتهديد وانه والخوف من انه يكون في شيء بالربيع، هذا كله يصير مخاوف على الانتخابات، فضلا عن انه في قوى رايحه على الانتخابات ما بدها انتخابات وما بدها القانون. بس هيدي شو قادره تعمل لحتى تعطل الانتخابات تحت يعني اي ذريعه؟ يعني مشكل مثل هذا اللي صاير اذا بكفي كان طاير الانتخابات، هذا اللي صار كان بيطاير الانتخابات، يصير مشكل مثله بيطاير الانتخابات. يعني ما تستهيني باللي صار والله يستر. يعني اذا ما صار في معالجه انا برايي تهدأ الشارع على ما يبدو. انا برايي يعني في مسؤوليه على الرؤساء الثلاثه بموضوع مصير الانتخابات ومصير مستقبل البلد بهذا الهو ثلاث اشهر. انا برايي هو ثلاث اشهر خطرين كثير، ثلاث اشهر الجايين هودي الا حدث بيصير فيهم غير عادي بده ياثر على الانتخابات. يعني اذا ملاحظه انه ما لنا شايفين حماس كثير، يعني باستثناء اللي عم يعملوه حركه امل وحزب الله مبين انه مرتاحين يعني بالانتخابات وانه ما عندهم مشكله. في هون ادوار خارجيه عدا عن مساله العدو الاسرائيلي والكلام الاخير، في ادوار خارجيه اليوم برايك لمنع حصول الانتخابات خصوصا وانه الرئيس بري كان لمح انه في دولتين لا تريدان للانتخابات ان تحصل؟ انا سمعت انه في همس امريكي انه ما كثير مشجعين الانتخابات، هلا بعرف قديش صحته، وانه السفيره الامريكيه ما عم تتوانى على اي مناسبه الا بتحكي بتقول انه نحن ماضيين في العقوبات ضد حزب الله وللاخر وكذا وخبريات.
الدولة الثانية مين فيها الحكي برأيك؟ هلا دول الخليج معلوماتي انه المملكة العربية السعودية منا يعني ما راح تتدخل بالانتخابات حسب يعني معلوماتي جديدة بهذا الموضوع انه ما عندهم توجه للتدخل في الانتخابات ما راح إنو تتدخل؟ هذا ايه انه هذا شأن داخلي شفنا حركة للسفير السعودي عم بينحكى عن ايه انه عم يعمل لقاءات بس انا اللي يعني بعرفه يعني وصلنا لمرحلة انه عم بيدخلوا بالتفاصيل حسب ما عم نقرا يعني ببعض الصحف انا معلوماتي انه في هذا التوجه السعودي وانه كلام الذي ادلى به الوزير عادل جبير منذ فتره هو يعبر عن حقيقه موقف المملكه العربيه السعوديه من الاستحقاق الانتخابي ما راح يدعموا حلفائهم يعني حتى ما راح يتدخلوا هذا معلومات هلا بالتفاصيل ماني شايف انه في حركه فعليه على الارض حركه سعوديه فعليه على الارض انه والله متدخلين بالانتخابات انا حتى الان يعني يعني ادعي انه عندي بعض الاطلاع بهذا الموضوع عندي بعض الاطلاع والنوات. لا هذا طابع تحالفوا ببعض الدوائر يعني انه هذا بإعاز سعودي يعني هذا الكلام اللي عم طابع نسمع. سياسي هذه الى طابع سياسي لانه اذا بتعرفي حقيقه مواقف غالبيه القوى السياسيه بالانتخابات بتقولي انه ما في شيء بيتغير يعني مستقبل خايف انه كتلته راح تتراجع تضمر كثير القوات خايفين التيار الوطني الحر خايف كمان الكتائب خايفين قوى كثيرة خايفة لأنه هذا القانون بطبيعته بده يفرض يعني يوسع دائرة التمثيل بما يدخل إلى الندوة النيابية قوى كانت بالانتخابات الماضية بحق لها تفوت بس النسبية ما كانت موجودة ورح يتنافسوا حتى ضمن اللائحة الواحدة ولذلك طيب هون سؤال أخير باختصار شديد هل برأيك الأزمة اللي حصلت ستؤثر على التحالفات ستتغير بعض التحالفات التي كانت محسومة في بعض الدوائر بعد هذه الأزمة أنا رأيي يعني نقزت الناس وخوفت الناس على مستقبل الانتخابات ما رح تقدم وتأخر لأنه بالنسبية يا بده يكون في تحالفات واسعة يا أنه كل واحد بده يأخذ حجمه لحتى تعملي فريق ياخذ أكترية نيابية بموجب النسبية بده يعمل أوسع تحالف يعني مع اللي معه واللي ضده بيلتقي انتخابية بده يعمل حتى وقت بكرة بس بتشوفه بس بده يشكله الحكومة ما في واحد يشكل الحكومة إذا رحنا على أساس أنه أكترية وقت ما في واحد يشكل الحكومة إذا ما كان عنده أوسع ائتلاف مع القوى الثانية فلذلك أهمية هذا القانون الانتخابي أنه صح في كثير بعض الثغرات وكذا بس انه بيوضعنا على طريق انه نفكر بالمستقبل بوضع قانون نسبيه فعليه بحقق عداله التمثيل وشموليته مثل ما بيقول اتفاق الطائف. انا بشكر حضورك معنا اليوم استاذ طارق ترشيشي مدير تحرير جريده الجمهوريه اهلا وسهلا فيك من جديد بشكر متابعتكم ايضا مشاهدينا هذه الحلقه من الحدث والى اللقاء.